فخلينا مين اللي كان بيقول لك ان انتصار هي اللي طلبت التعديلات؟ الشركه بيجي بلغوني مش انا اللي بطلع الفلوس، فبيقولوا لي وبعدين خلي بالك ان زيارتها مش سهله، فبتعمل بتاخد قرارات يعني. هل الظابط هيخش يعدل؟ يعني الظابط هيعدل على حرم الرئيس ازاي؟ مين اللي هيطلب تعديلات؟ اللي هيباتوا في البيت ده وحاجه بالمنطق يعني. فبيجي لي في الشركه النهارده حصل تعديلات، حصل تعديلات، حصل تعديلات. انت حاسس انها بالتخمين كده انها انتصار؟ لا مش تخمين، لا طبعا مش بيحصل لها زياره، واثناء الزياره بيجي ايكوال نتيجه الزياره دي ايه؟ يعني انت النهارده انت انا بطلب لك شقتك، رجالتي واقفه هناك، الاستاذ محمد ناصر بزوجته باولاده راحوا الشقه. طيب بعد ما بتمشي بيجي لي بقى مدير المشروع، يجي لي اللي ماسك الشقه بتاعتك او الفيلا بتاعتك، يجي يقول لي ايه في طلبات. هتبقى الطلبات دي بناء على مين؟ على مدير المشروع بتاعي ولا على حضرتك انت والاسره؟ عليك انت والاسره. فمين اللي لما بيحصل الزياره يا اما تعدي على خير مفيش تعديلات، يا اما بيطلب تعديلات وطلع فلوس ونبدا ناخد قرارات في تعديلات الرسومات ونعمل التعديلات، مش احنا الشركه المنوطه بكل حاجه؟ فازاي ما بعرفش يعني؟ فكل التعديلات اللي هتطلب بتجيلي لازم الاول ادي عليها ابروفد، مش بطلع ملايين وانا بطلع جنيهات. لكن كنت في كل الاحوال انت كنت مستفيد من ده يعني، فكنت مبسوط. تعديلات مش تعديلات اكيد عادي. انا حابب، صدق بالله انا حابب الصراحه اللي فيك دي. ربنا يعزك يا رب. والله لاني يعني يعني الناس مش طالعه، لكن في يعني انت ما كنتش انتصار ما كانش بيكلمك شخصيا تقول لك عايزه كذا؟ كان بيتكلم عندي مهندس اسمه مهندس عماد، كان بتحبه جدا كده، مهندس محمد العربي. مين محمد العربي؟ مين عماد؟ دول مهندسين كان معايا في الشركه مديرين، ويعني واحد مدني يعني واحد عادي، واحد اخواني. اخوان؟ اخوان. لا دول تبع الجيش ولا تبعك انت؟ تبع انا، ودلوقتي بقى تبع الجيش، شغالين مع الجيش. انا محمد العربي ده عنده مثلا اهم شركه في القوات المسلحه اسمها الدار، واحده اسمها الشروق، وشغال معاهم في الكيان وعامل معاهم صوره طبع. ده بعني باعك ده الاخوان ده؟ ده قريب الحاج العربي بتاع توشيبا؟ لا ده حد عادي جدا من المنوفيه، مهندس عادي يعني. لا بس كان بابا بتاع يعني كان بابا في الاخوان يعني. عرفت الكلام ده في 2011 لما ظهرت الموضوع ده، فقال لي انا اخوان برضه. بس ده كان متوظف عندك انت في الشركه؟ كان في الشركه. والتاني اسمه ايه معلش؟ اسمه مهندس عماد. دول اللي كانوا ماسكين ومهندس حسام، دول اللي كانوا شغالين، وكنت حاططهم في الطقم بتاع الكسور بتاعت الرئاسه.